السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. معاكم النهاردة هننفذ طريقة جديدة، وهي ازاي نعمل اطار لاي وحدة تريكو، سواء وحدة مربعة او وحدة مستطيلة. احنا هنعمل مع بعض شغل هيكون كله قطعة واحدة من غير اي خياطة. انا هنا نفذته بلون مختلف علشان يكون الشغل واضح. ده شكله من الامام، خلينا كمان نشوف شكله من الخلف. هو ده شكله من الخلف. طيب انتوا هتسألوني هنستفيد بالطريقة دي في ايه؟ في اي عمل، خاصة لو احنا بنعمل بطانية للبيبي، او لو انا عندي جاكيت ومش عايزة اعمله بليستي للجزء العلوي للزراير، فانا ممكن استغنى واعمل الاطار ده. هنبدأ مع بعض في الشرح، وان شاء الله يكون الفيديو طريقته سهلة وتستفيدوا، ويلا وبسرعة نبدأ في الشرح. بسم الله، مع بعض هنبدأ وهنشوف الخطوات هتكون ازاي. انا هنا جايبة خيط مختلف عن الخيط اللي انا يعني عاملة بيه القطعة، علشان طبعا الشغل يكون واضح ليكم. هنبدأ مع اول جنب من الجوانب الاربعة، وندخل الابرة في اول غرزة، وهنجيب الخيط وهنعمل غرزة جديدة، هنسحب الخيط بالشكل ده ونطلع الغرزة. يبقى انا كده عملت اول غرزة. طيب نربط بس الخيط علشان الغرزة عندي ما تفكش. بعد ما ربطنا الخيط هنعمل ايه؟ هنجيب الابرة التانية عشان هنستخدمها، وهنودي الابرة الاولانية اللي فيها الغرزة في ايدينا الشمال، ونمسك الابرة الفاضية في ايدينا اليمين. الغرزة دي هعمل فيها غرزة جديدة، هدخل الابرة اليمين في الغرزة واعمل غرزة عدل جديدة واحطها على الابرة الشمال. برضو هعمل غرزة تانية جديدة بالشكل ده واحطها على الابرة الشمال. تالت غرزة، ودي اخر غرزة هعملها، وبرضو احطها على الابرة الشمال. يبقى انا كده اصبح عندي كام غرزة على الابرة الشمال؟ اربع غرز. الاربع غرز انا هشتغلهم في السطر ده بس غرزة عدل من اللفة الخلفية لاول تلات غرز. يبقى اول غرزة هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، التانية برضو هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، وكمان التالتة هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية. الرابعة انا مش هشتغلها، انا هنقلها على الابرة اليمين، وبعد كده هروح للجنب اللي انا لسه واخده منه غرزة جديدة، واجي اخد غرزة جديدة، اعمل غرزة جديدة كده. اصبح كام غرزة؟ خمس غرز على الابرة اليمين. هاجي اقفل الغرزة الاخيرة على الغرزة الجديدة اللي انا لسه عاملاها دلوقتي. يبقى رجع تاني العدد كام غرزة؟ اربع غرز. لازم يبقى دايما اربع غرز على الابرة اليمين. هنعمل ايه؟ هنرجع الاربع غرز على الابرة الشمال بالشكل ده، وارجع اشتغل اول غرزة بس هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، وده ثابت على طول في كل خطواتي. الغرزة التانية والتالتة هشتغلهم غرزة عدل من اللفة الأمامية. الرابعة أنا مش هشتغلها، أنا هنقلها على الإبرة اليمين من غير ما اشتغل، ويبقى هي دي اللي هيتكرر. السطر ده هو اللي هيتكرر. هنرجع تاني نعمل غرزة جديدة، هنلقط غرزة جديدة، هعمل ايه؟ هاجي اقفل الغرزة دي على الغرزة الجديدة اللي انا لسه عاملاها.
يبقى لازم يصبح عندي 4 غرز بس، هنرجعهم على الإبرة الشمال، ويبقى هي دي الطريقة اللي احنا هنتبعها لغاية ما نخلص الجنب الأول. هنبدأ مرة تانية وهنشتغل أول غرزة، غرزة عدل من اللفة الخلفية، التانية والتالتة عدل من اللفة الأمامية، والرابعة بننقلها من غير ما نشتغلها، ونرجع تاني نلقط غرزة جديدة. يبقى هي دي الطريقة لغاية ما نخلص أول جنب. يبقى نركز ونتابع الخطوات واحدة واحدة علشان الطريقة تكون واضحة. ناخد بالنا بس كويس ان احنا لازم نلقط في كل غرزة، ما نسيبش غرزة الا هنلقط فيها ونعمل غرزة جديدة علشان الشغل عندي ما يبقاش فيه كشكشة. يبقى هنكمل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض. وبعد ما خلصت الجنب الأول واتبعت نفس الخطوات ولقطنا في كل غرزة، ومهم جدا لازم نلقط في كل غرزة. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي عند آخر غرزة في الجنب الأول وهنيجي نلقطها ونعمل غرزة جديدة، بس هيبقى في خطوة مهمة لازم نعملها علشان الجنبين عندي ما يبقاش فيهم برضو كشكشة. هنشوف مع بعض ازاي. اول حاجة احنا هنلقط اخر غرزة في الجنب الاول بالشكل ده. بعد كده انا عندي دلوقتي 5 غرز، برضو هنقفل الغرزة الرابعة على الغرزة الجديدة اللي احنا لسه عاملينها. اصبح عندي 4 غرز هننقلهم برضو على الابرة الشمال. الخطوة الجديدة بقى ان انا مش هشتغلهم الاول، لا انا هاجي عند الغرزة الاولى واعمل 3 غرز جديدة. هنعمل غرزة عدل من اللفة الخلفية ووديها على الابرة الشمال، ومرة تانية برضو غرزة عدل من اللفة الخلفية وارجعها على الابرة الشمال، والمرة التالتة والاخيرة برضو غرزة عدل من اللفة الخلفية. كده اصبح عندي الغرز 7 غرز مش 4 غرز. هشتغلهم ازاي؟ التلات غرز هنشتغلهم غرزة عدل من اللفة الخلفية. يبقى دي أول غرزة هنشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، الغرزة التانية برضو، والغرزة التالتة هتبقى غرزة عدل من اللفة الخلفية. طيب هنيجي عند الغرزة الرابعة هنعملها ازاي؟ هنيجي هننقلها على الإبرة اليمين بأي طريقة زي ما انتوا عايزين، انا هنفذ معاكم كل الطرق. يبقى دي اول طريقة. الغرزة الخامسة انا هشتغلها غرزة عدل من اللفة الامامية، وهقفل الغرزة اللي انا لسه نقلاها على الغرزة العدل. كده نقصنا غرزة، اصبح عندي كام؟ 4 غرز. هرجعهم على الابرة الشمال واشتغل اول غرزة، غرزة عدل من اللفة الخلفية، 2 عدل من اللفة الأمامية، الرابعة هنقلها من غير ما اشتغلها، ودي الطريقة التانية في نقلها. الخامسة هنشتغلها غرزة عدل من اللفة الأمامية، وهقفل برضو الغرزة اللي أنا نقلتها على الغرزة العدل. هرجع ال4 غرز مرة تانية على الإبرة الشمال. ناخد بالنا ان احنا كده نقصنا الغرزتين من التلاتة، فاضل غرزة كمان. هنيجي نشتغل برضو أول غرزة عدل من اللفة الخلفية، 2 عدل من اللفة الأمامية،
الرابعة هننقلها وهاجي اشتغل خمسة غرزة عدل من اللفة الأمامية وهقفل بالشكل ده. يبقى انا كده رجعت الاربع غرز زي ما هم، نقصنا التلاتة اللي احنا زودناهم. هنرجع بقى على الابرة الشمال ونرجع نشتغل ونتبع نفس الطريقة اللي احنا تبعناها في الجنب الاول. يبقى مهم جدا لازم نعمل الخطوة دي علشان يبقى الشكل عندي محتفظ يعني اذا كان مربع او مستطيل مفيش اي تغيير فيه. هنبدأ بقى بعد كده نكمل في الجنب ده زي ما عملنا بالظبط في الجنب الاول. يبقى احنا هنلقط في كل غرزة ونعمل غرزة جديدة ونتبع نفس الخطوات لغاية ما نوصل عند اخر غرزة في الجنب التاني، وبرضو هنعمل ثلاث غرز جديدة ونتبع بقية الخطوات. انا كده خلصت وده الشكل النهائي، قفلت الثلاث جوانب، فاضل عندي الجنب الرابع. يبقى احنا اتبعنا نفس الطريقة وهنشوف مع بعض اخر خطوة عشان الشغل عندي يقفل. بعد ما خلصت اخر جنب هنيجي عند الجزء دوت اللي احنا بدأنا بيه اول حاجة في الشغل، وهنبدأ نلقط منه ثلاث غرز علشان الجنب كمان الرابع يقفل معايا زي بقية الجوانب. يبقى هنلقط اول غرزة هنا كده، اصبح عندي كام غرزة؟ خمس غرز. هنقفل برضو الغرزة الرابعة على الغرزة الجديدة اللي انا لسه عاملاها، يبقى اصبح عندي اربع غرز. هنرجعهم على الابرة الشمال ونشتغلهم بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها في بداية الفيديو. الرابعة برضو هننقلها من غير ما نشتغلها ونيجي نلقط الغرزة التانية. يبقى مهم الطريقة دي علشان نقفل بيها الشغل ويبقى آخر ضلع عندي اتقفل. هننقل أربع غرز وهنيجي عند اول غرزة برضو هنشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، والتانية والتالتة عدل من اللفة الامامية، والرابعة هننقل. اخر غرزة هنعملها جديد اللي هي الغرزة التالتة، هنيجي برضو هنقفل الغرزة الرابعة على الغرزة الجديدة ويبقى عندي اربع غرز هنرجعهم على الابرة الشمال. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ احنا هنبدأ نقفل الغرز. هنيجي نشتغل اول غرزة غرزة عدل من اللفة الخلفية، التانية هنشتغلها غرزة عدل، وهنقفل الغرزة الاولى على التانية. هنشتغل غرزة عدل جديدة وهنقفل برضو، واخر غرزة هنشتغلها غرزة عدل وهنقفلها. بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي عند الغرزة دي وهنثبتها بالإبرة علشان طبعا الشغل يبقى ماشي في خط مستقيم. يبقى هنعمل ايه؟ الغرزة دي هنخيطها بإبرة التريكو اللي هي من غير سن. يبقى احنا هنجيب الإبرة وهندخل في الإبرة طبعا الخيط بعد ما نقصه. يبقى احنا بنعمل في اخر خطوة، هندخل الخيط جوه الابرة وبعد كده هنيجي هندخل الابرة من خلف الشغل مع اول غرزة بالشكل ده وندخلها في الغرزة اللي عندي ديت ونشد الخيط ونسحب بحيث ان الغرزة تبقى يعني ماشية في خط مستقيم بالشكل ده.
يبقى كده عندي الشغل كده خلص. هنثبت بس مع بعض الخيط. خلينا مع بعض نشوف شكلها النهائي. ده شكلها من الأمام وكمان ده شكلها من الخلف. ويبقى كده الفيديو النهاردة انتهى. يا رب يكون الشرح واضح والفيديو ينال إعجابكم وتقدروا تنفذوا الطريقة بكل سهولة. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.